النهاردة تم توقيع اتفاقية تعاون ما بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وده كان في إطار التحالف الوطني لإنتاج إطارات السيارات بكل أنواعها. ده طبعا بيتوازى مع جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإنعاش وإحياء علامة النسر، علامة النسر اللي كانت بتعبر عن إنتاجنا المحلي الوطني، علامة النسر اللي بتعبر عن الأيدي العاملة المصرية، عن السوق المحلي المصري، عن أهمية وقيمة ما ننتجه في هذا المجال من سيارات، من إطارات، من كل ما يأتي به هذا المجال كان ممكن الإنتاج المصري يستمر وينجح ويتصدر إنتاج آخر في هذا العالم، ولكن كانت الظروف طبعا ضده إلى أن جاء الوقت، ودلوقتي احنا بنتكلم عن نجاح لإحياء علامة النسر مرة تانية واهتمام الدولة بالكامل واعتبارها قضية قومية طبعا لأنها صناعة محلية وطنية. وحنسمع التفاصيل مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق معانا على التليفون. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا يا أستاذ ريهام. قبل ما نبتدي بس بعد إذنك فضل. أرجو أحملك رسالة لأبطال المسلسل كلهم واحد واحد، ولا سيما الصديق أمير كرارة، تسلمي لي عليهم وتهنيهم. أشكرك يا فندم ويوصل إن شاء الله. تفضل. تفضل يا فندم. هبدأ مع حضرتك بالتفاصيل الخاصة بالبروتوكول، يا ريت يعني حضرتك تضعنا في الصورة تقول لنا أكتر عنه. حاضر يا فندم. الصناعة دي إحنا بنستهلك ما بين سيارات الركوب، أيوه، زائد الجرارات الزراعية، زائد المعدات الضخمة، زائد الأتوبيسات، بنستهلك في مصر سنويا حاجة قرب ال 15 مليون إطار. اللي بينتج في مصر تقريبا مليون إطار فقط في مجال الأتوبيسات، وتقريبا نصه بيتصدر بره. معنى كده إن أغلب فوق ال 95% من استهلاكنا بيجي من الاستيراد. النسر بتعود لعلامه من الستينات، بتمتلك العلامه شركه اسمها النقل والهندسه بسموحه في اسكندريه، وطبعا مع دخول القطاع الخاص والاستيراد وفتح السوق وتهالك المصنع والمعدات فقدنا الاسواق، بقينا بننتج بعض الاطارات للجرارات الزراعيه زائد سيارات الركوب على استحياء، يعني بعض المقاسات. كنا ابتدينا فعلا في خطه لاحياء الصناعه بعمل مصنع في حدود مليون مليون ونص اطار، وده مصنع صغير، انما بنتكلم على اطارات للجرارات الزراعيه ونكبر الفرايتي اللي احنا بننتجها يعني منها. سمعنا عن انه الهيئه العربيه للتصنيع عندها مشروع، رحنا قابلنا الفريق الطراس، وسياده الفريق الحقيقه رحب جدا بالتعاون، دخل معانا بعد كده الانتاج الحربي، معالي الوزير النهارده كان معانا، وكبرنا المشروع، بقينا بنتكلم على مشروع لانتاج في المرحله الاولى 5 مليون اطار في خلال سنتين، سنتين ونص بالكثير يكونوا باذن الله في مرحله الانتاج، والمرحله الثانيه 7.7 مليون اطار، يعني بنتكلم على نص استهلاك السوق تقريبا. وده مصنع كبير، المصنع الكبير احسن من المصنع الصغير، بمعنى ان نفقاته الثابته بتبقى قليله، وفي نفس الوقت بقينا بنتكلم على مصنع او بالاصح مصنعين، لان في هيبقى في مصنعين، مصنع في العمريه لانتاج انواع من الاطارات اهمها الجرارات الزراعيه والمعدات الضخمه، ومصنع اخر غالبا هيبقى في العين السخنه حسب الدراسه ما تقول، لانتاج بقيه الانواع واهمها سيارات الركوب. فمعنى كده انه التنوع في المنتجات بتدي امان برضه للمستثمر وللشركه، انه ساعات بعض الانواع بتطلع بعض الانواع بتنزل، فيبقى التنويع ده مفيد للشركه. كنا بنتكلم مع نفس الاستشاري اللي بيتكلم معاه الهيئه العربيه للتصنيع، فكده الجهود بقت احسن، التركيز بقى احسن، في فريق على اعلى مستوى بيعمل بيتابع الاستشاريين سواء الفنيين او
اللي بيعمل دراسه الجدوى، اللي احنا وقعنا برضو العقد بتاعهم النهارده، شركه فرنسيه كبرى عندها خبره كبيره في وجود الحجم ده من الاستثمار، بيخلينا نقدر نبقى مطمنين اكثر لنتائج الاستثمار ونتائج الجدوى، ونقدر نخدم السوق احسن باذن الله. ويعني تعزيز الاستثمار المحلي وتدعيم المستثمر المحلي بيفيد كمان يا فندم بشكل او باخر لجذب الاستثمار الخارجي، لانه المستثمر في الخارج اذا لقى الانتاج الوطني ده، اذا لقى انه التيسيرات والتسهيلات مقدمه لابن البلد للمستثمر المصري، اكيد ده نقطه جاذبه في حد ذاتها. اكيد يا فندم، خليني اقول لحضرتك المصنع ده بيعمل ايه. اولا احنا بنشجع الخامه الرئيسيه جايه من بره، اللي هي المطاط، ودي تيجي من بره، احنا بنزرعش المادة دي. تمام. وإنما بقية المواد البتروكيميكال ده نقدر إن احنا نعملها في مصر، فأنا شجعت ناس إنها تكبر الصناعة بتاعتها أو تنشئ صناعة جديدة لإمداد المصنع ده بالمواد الخام. طب دي الروافد الخلفية، الروافد الأمامية إيه؟ إن في ناس هتصنع مركبات، يعني احنا هنعمل مثلا في شركة النصر بنعمل مصنع بإذن الله لإنتاج 25,000 عربية كهرباء. وفي غيرنا بيعملوا في مصر، بيصنعوا في مصر 65,000 عربية. ما بين ال 65 وال 25 بقينا 90,000 عربية احتياجاتهم فوق ال 360,000 إطار. دول النهارده من مصلحتهم إن هم ياخدوا المكون المحلي، لأنه في الحسابات الإطارات بتكون حوالي 2% من ثمن السيارة. فاحنا بنتكلم انك اضفتي مكون محلي ما كانش موجود قبل كده، ده بيزيد المكون المحلي للسيارات. فروافد خلفيه للمواد الخام وروافد اماميه بالنسبه للصناعات المغذيه، كل ده بيعمل على تعميق الصناعه. ولما في مستثمرين يجوا بقى يلاقوا ان الصناعات المغذيه للسيارات كبرت، ساعتها يفكروا زي ما عملوا في المغرب، يروح يعملوا مصنع كقاعدة إنتاجية علشان التصدير للخارج. فتعميق الصناعة بيؤدي إلى زي ما حضرتك قلتي بالضبط، جذب الاستثمارات، لأن الصناعات المغذية بتكبر.